السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصورة ملحوظة، الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الجديد في الحرارة. خليكم معانا نشوف الخبر، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه اعتبارا من الجمعة سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 درجات ل6 درجات. الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد. السبت نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.